السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الجديدة القديمة مقهى الكرة ديزاد. يعني من اليوم فصاعدا غيرنا الاسم من المقهى الرياضي إلى مقهى الكرة ديزاد. من الآن فصاعدا راح نتكلم في هذا المكان وفي هذا المنبر فقط عن الكرة الجزائرية، اللاعبين الجزائريين والمنتخب الوطني الجزائري، في حين نخلو الكرة الأوروبية والبطولات الأوروبية في قناة أخرى، ومن بعد نعطيكم الرابط تاع القناة اللي حاب يلتحق بنا فيها مرحبا به بطبيعة الحال. بداية أحبتي ما تنساوش الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم جيت نتكلم يعني بعض المفاهيم، أو هو مفهوم كبير جدا ومفهوم عام منه نستخلص عدة دروس وعدة أمور، لأنه نظرة المشجع المنتخب الوطني أو نظرة تشجيع الكرة الجزائرية والمنتخب الوطني تغيرت كثير في الفترة الأخيرة، خاصة بعد فوزنا بكأس إفريقيا 2019، حتى البعض أنه صورنا بأن الجزائر لم تلعب كرة قدم قبل ذلك التاريخ، في حين أن الجزائر هي أفضل منتخب عربي شارك في تاريخ كؤوس العالم. المنتخب الجزائري رغم قلة مشاركاته اللي هي 4 مشاركات إلا أنه يحمل أفضل مشاركة من ناحية النقاط وتسجيل الأهداف، أعتقد عندنا 12 نقطة وكذلك سجلنا 13 هدف، وإحنا من بين 3 منتخبات تأهلت لدور الثاني، يعني المغرب والسعودية والجزائر، وإحنا نتفوق عليهم بأنه خرجنا أمام حامل النسخة أمام بطل العالم، وفي الوقت الإضافي يعني سينا لهم العرق البارد. نعم يعني كنا خصم وند باحتراف الألمان أنفسهم، وألمانيا 2014 منتخب ألمانيا 2014 يعتبر النسخة هذه تعتبر من أفضل النسخ التي فازت بكأس العالم أو من أفضل النسخ أبطال العالم، وبالتالي نقولوا أنه عندنا كرة قدم من قبل، ما كناش يعني منتخب هكذا وخلاص، إذن نقولوا لازم نحترم الكرة الجزائرية على الأقل، هذا شيء مهم جدا أولا. كذلك الأمر الثاني اللي نتكلم، إحنا لا ننكر مجهود جمال بالماضي والمنتخب الوطني في 2019 جيل ذهبي، فزنا بكأس إفريقيا والحمد لله، رغم أنه الأطراف عديدة جدا مشاركة في هذا، يعني الإنجاز وليس فقط يعني شخص أو شخصين. إذن الآن نتكلم عن أمر مهم جدا، وهو الآن لما نجي ننتقد المنتخب الوطني يخرج جماعة يقول لك أنت تكره الجزائر، أنت خائن، أنت مغربي، أنت مخزني، أنت ما على باليش كيفاش، يعني أسماء عديدة، جالية كاميرونية المرة هذه التالية تدوها لنا جماعة الكذب والخرطي والطبلعيط، يعني الناس تحلف على المصحف ومن بعد يجي يقول لك أنت جالية كاميرونية، يعني لازم تصدق الكذب نتاعو، لازم تكون بهلول، لازم تكون طرطور، لازم تكون أحمق، لازم تكون غبي، ولا انت كاميروني؟ لا يا اخي، انا جزائري وافتخر جزائري بعقلي، الجزائر الحمد لله معروف بالعقل نتاعو، والحمد لله الوقت اثبت من هم السفهاء من العقلاء، الحمد لله يعني الوقت لا يرحم. من المشجعين في كرة القدم عامة كاين مشجعي نتائج وكاين مشجعي اداء، يعني كاين ناس تتلذذ باداء كرة القدم، بالاداء العالي تاع كرة القدم، بالتكتيك العالي تاع كرة القدم، لانهم مقتنعين تماما انه الاداء هو اللي راح يجيب لك نتائج. مثلا متتبعي مانشستر سيتي من هذا النوع، ومحبي بيب غوارديولا خاصة من هذا النوع، يقول لك انه لما يكون عندك اداء جميل وكرة جميلة الالقاب راح تجي مع الوقت، والدليل انه بيب غوارديولا المدرب ممكن وبنسبة قليلة كلوب هما المدربين الوحيدين اللي بقوا في المستوى العالي طيلة الفترة. شوفوا مثلا انشيلوتي يطلع ويهبط، انشيلوتي نتائج لكن من دون اداء، ان تعرفوا جيدا انه انشيلوتي يحقق بطولات ويحقق يعني القاب، الاداء ضعيف نوعا ما وما عندوش يعني ذلك الاداء المستمر على الاقل، يقدم لك ممكن في الموسم 3-4 مباريات في القمه لكن الاداء متذبذب، وبالتالي يقولوا انه القمه ما يبقاش فيها دائما وانما يهبط كثير ويعاود يصعد. درب نابولي وفشل معاهم، راح درب ايفيرتون وفشل معاهم، بينما كلوب وغوارديولا مازالوا في القمه، لانه كما قلت الاداء لما يكون عندك اداء محترم يخليك دائما في القمه، لكن احنا نحترموا الجمهور اللي يشجع كره القدم، هذا الجمهور اللي المدرب يريد يضربه في الصفر، وعندما يخسر الالقاب مثلا غوارديولا يقول لك مش مدرب لانه لم يفز بدوري ابطال اوروبا، يعني يحصرون قيمه المدرب بالفوز بدوري ابطال اوروبا بعيدا عن المجهود الفني والتكتيكي ويعني يقوم به طيله الموسم. معليش هذا الشيء كما قلنا كل جمهور ونحترم رايه فيه. الان نجوا نسقطوا هذا الشيء الى المنتخب نتاعنا. السؤال اللي لازم نجاوبوا عليه بكل صدق، هل المنتخب الوطني عنده اداء؟ هل المنتخب الوطني عنده اداء؟ تقول لي نعم، انا اقول لك لا.
نبدا لكم اصلا من كاس افريقيا 2019 النهائي. كلكم تعرفوا الندوه الصحفيه اللي دارها جمال بالماضي واليو سي سي. تتذكروا جيدا تلك الندوه الصحفيه. اليو سي سي لما تكلم عن الاداء قال احنا لعبنا جيدا وكنا افضل من كل النواحي بالماضي واش قال؟ قال معليش انتوما فزتوا بالاداء وحنا دينا اللقب. احنا قلنا معليش وفرحنا لانه فزنا باللقب نهائي كما احنا نعرف بانه نفوز به ولا نلعب به. هذا الشيء يعني يبقى واضح جدا نكونوا صريحين في بطوله كاس افريقيا ما سيطرناش على المنتخبات الكبيره. مثلا امام كوت ديفوار فزنا بضربات الجزاء. نعم يستهلكوا الفوز لانه الفوز بضربات الجزاء هو فوز ويعود الفضل للمدرب وللاعبين. امام نيجيريا كنا متجهين للوقت الاضافي ولضربات الجزاء لولا كره محرز في الدقائق الاخيره. كلكم تتذكروا هذا الشيء. كذلك الان نشوفوا امر مهم جدا وهو بعد كاس افريقيا. الان كاس افريقيا فزنا بها نقول الحمد لله لانه كان مدرب الماضي جديد، كان مع المنتخب، كان تقريبا اقل من سنه هو يدربهم. اهم شيء اننا فزنا باللقب. احنا كنا لما فرحنا بذاك اللقب وصفقنا كثير عليه كنا نمنوا انفسنا انه بالماضي يعمل على هذا الفوز كما يفعل كل المدربين الكبار، يعني يبنوا على البطولات، يبنوا على الانجازات، يبنوا على الالقاب. يعني انت جاتك هديه من السماء وهي هاك لقب في بدايه مشوارك اخدم عليه. انت كان عندك يعني بروجرام ولا مشروع ولا ان بروجي تاع 4 سنين الى غايه 2022، يعني ربي سبحانه وتعالى قال لك هاك كاس افريقيا زيد طلع لك المعنويات وزيد تخدم. كاس افريقيا هذه كنا قادرين نخدموا بها من عده نواحي، كنا قادرين نقنعوا بها اللاعبين اصحاب المستوى الاول من جماعه قويري الى جماعه عدلي الى جماعه ريان شرقي الى جماعه كلهم اللاعبين اللي تعرفوهم للان رانا نحوسوا عليهم بعد فوات الاوان. كنا قادرين نستغلوا هذا الامر لكن احنا ما استغليناش. واش درنا؟ ادينا المجموعه هذه كنا حابين نروحوا بها كاس العالم، ما حبيناش نبدلوا، ما حبيناش نغيروا. بالمقابل هل الاداء تاع المنتخب الوطني تحسن؟ لم يتحسن ابدا. وصلنا الى مباراه بوركينا فاسو والمنتخب مليء بالاخطاء، مليء بالثغرات، مليء بالثقوب. بوركينا فاسو لم نستطع السيطره عليهم ذهابا وايابا. كلكم تتذكروا هذا الشيء ولا واحد يقول هذا الشيء، وكل الناس خرجت وقال لك احنا المهم تاهلنا. معليش فوتناها، قلنا المنتخب الكبير هو اللي يفوز وهو في أسوأ احواله. منينا انفسنا انه بالماضي صح الاخطاء، لكن نفس الشيء نمشي مع نفس المجموعه ونروح الى كاس افريقيا بنفس الاخطاء ونخرج. الاداء صفر، الاداء تاع المنتخب الجزائري ما كاش. اذا الان الناس اللي راهي تقول لك عندنا منتخب وعندنا اداء ما كاش اداء، اللي راهو يقول لك العمل ناجح. النتائج ما كاش نتائج. ما تقوليش 2019 لاني 2019 صفقت عليها وفرحت بها، خلاص راهي في الماضي. اي عندها 3 سنين، كلمني على الان، هل هناك نتائج؟ ما كاش نتائج. خروج امام منتخب ضعيف جدا، وخروج بطريقه سيئه لسمعه الكره الجزائريه بتحقيق أسوأ نتيجه في تاريخ المشاركات الجزائريه في كاس افريقيا. هذه ولا واحد عين يتكلم عليها، وللان ولا واحد الان عطانا التبريرات واسباب هذا السقوط. الجزائر ولا مره احتلت المركز 22 في منافسه كاس افريقيا، ولا مره. مع ماجر نعم، وقبله كنا نخرجوا في دور المجموعات ومع ليكاس خرجنا في دور المجموعات، لكن في مجموعات قويه وكان يشارك 16 منتخب. الان 16 منتخب اللي كانوا يشاركوا في هذاك الوقت راهم يروحوا الى الدور الثاني، احنا ما رحناش معاهم. يعني لو نجو نديروا الموازنه والقياس بين هذه البطوله وتلك البطولات ما نتاهلوش الى كاس افريقيا لاننا ما لناش من افضل 16 منتخب في كاس افريقيا. يعني لو نجو نقيسوه بمنتخب 2002 تاع ماجر ما نتاهلوش اصلا البطوله. الان نقول السؤال المطروح، اذا حبيتوا المنتخب تسقم لازم انتقاد، لكن الانتقاد لازم نتقبلوه. مدربين كبار يتقبلوا النقد، هو نايجلسمان الموسم الماضي تلقى العديد من الانتقادات مع فريق بايرن ميونخ، مدرب في عمره 36 سنة، لما بدا يدرب في المستوى العالي هوفنهايم كان في عمره 26 سنة، يعني بلغ القمة وهو طفل، 26 سنة يا جماعة، رغم ذلك بقى متواضع، الناس لما تنتقدوا ولا مرة رد عليهم ولا مرة سفه منهم ولا مرة يعني احتقرهم ولا مرة ولا مرة ولا مرة، هذا الموسم راهو يقدم في رد عليهم في الملعب. راهو يقدم في اداء خرافي بتكتيك او في طريقه الى تقديم ثوره جديده في عالم كره القدم، بتكتيك ولا واحد قدمه. الان راهو يقدم فيه وراح يبهر اوروبا به، انتظروه فقط. كذلك عندك بيب غوارديولا،
قمة وهرم التكتيك في كرة القدم على الأقل من الناحية النظرية. في إنجلترا ينتقدوه ولا مرة رد عليهم بسخرية ولا سفهم. المرة الأخيرة فقط قالوا له خرجت محرز وعلاش ما لعبش محرز؟ هل قالوا أنت ما لعبش كرة قدم؟ هل قالوا أنت ما عندكش غاتيطة كرة قدم؟ هل قالوا أنت راك خائن؟ هل قالوا أنت راك تحارب؟ هل قالوا أنت عدو؟ لا، جاوبوا به، قالوا لي أنه في التدريبات فودين كان أفضل من محرز فلذلك لعب فودين. والسلام عليكم ورحمة الله. السؤال الثاني، ما يدير البوز تعليقات وتصريحات مؤذية للصحفيين ومحرجة للصحفيين؟ ما تقوليش حنا الصحفيين تاعنا مستواهم هابط، الإنجليز والفرنسيين من أسوأ الصحفيين الرياضيين في العالم. أسئلتهم استفزازية. أسئلتهم استفزازية. مثلا الموسم الماضي لما بيب غوارديولا فاز على ليفربول جاء صحافي قال له اليوم سرقت التكتيك تاع كلوب ولعبت بيه وفزت عليه بيه. تخيلوا انه يجيب الماضي يقول له انت سرقت التكتيك تاع اليو سي سي ولعبت بيه. شكيت انه يطرد اصلا مقاع غوارديولا. قال له لي كل الشرف وكل الفخر اني استنسخ تكتيك مدرب كبير مثل كلوب. شوفوا يعني الرد، شوفوا فن الرد، احترام الصحفيين مهما كانوا، لانه ذكر صحفي يدير في الخدمه نتاعو. وانت راك مدرب تدير بالخدمه تاعك، اخطات برر الاخطاء نتاعك باجوبه تكتيكيه باجوبه فنيه، ماشي اجوبه مسيئه للناس، يقولوا انت ما عندكش لا طبيعه تلعب كره قدم، يقولوا انت عدو للمنتخب، ماشي انت خارج من هزيمه وتقول له السبعه الاعداء ولا السبعه الخوانه، لا انت خرجت من المباراه، اروح برر لي. بالعياده انت اللي تكلت عليها وخرجك، برر لي للخيارات نتاعك. لذلك أعزائي المشاهدين الانتقاد ضروري. الآن نوقف مع المنتخب نتاعنا ماشي بالتصفيق برك، لا يا أخي، اللي يحب المنتخب الوطني ما يصفقش برك، وإنما يتكلم الحق كما تكلمنا قبل كأس أفريقيا أنه بونجاح لا يصلح للمنتخب الوطني، وهجومنا ما يسجلش وروحنا وما سجلناش. سجلنا هدف سجلوا بندبكة. نتمناو الخير للكرة الجزائرية وللمنتخب الوطني، تحملوا بعضنا بعض. نتحملوا بعضنا بعض، هذا منتخب الجميع. أنا المنتخب مش عاجبني ماشي شرط نصفق، المدرب مش عاجبني ماشي شرط نصفق، انت وعاجبك صفق له، لكن ما تسبنيش لما ننتقده لاني ما كفرتش وما سبيتش المدرب. ما هوش عاجبني المنتخب، النهار اللي يعجبني المنتخب نتكلم عليه بالمدح ونطيح عليه بالمديح. وكما قلت لكم هاي القناه تاعي مليئه بالفيديوهات تاع المديح، ويمكنكم انكم تشوفوها. احنا دائما ننتقدوا، لكن قبل المباريات واللي يعرف قناتي مليح قبل المباريات ندير لكم لايفات ما شاء الله سمعنا كامله، وحنا كل يوم لايف ندعموا فيها بالماضي وندعموا فيها المنتخب الوطني وهم الفيديوهات تاعي. حتى مباراه الكاميرون دعمت فيها المنتخب الى اخر لحظه. لكن للاسف احنا لازم نصفقوا فقط ونتبعوا فقط بلا ما نفهم. احبتي شكرا لكم على حسن المتابعه والاصغاء، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.